السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم هذا الموديل، هذا فستان كلوش كود باتو، تيجي رائع، سهل في الخدمة في البصالة ديالو، حتى المبتدئات يقدروا يفصلوا بحالو ويخيطوه. إن شاء الله اليوم غادي نفصلوا هذا الموديل هذا، والجزء الثاني عاد غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي نخيطوه، لأن الفيديو جاي طويل. هاد التوب هذا راه غير ميكرون نخرج لي هاد الموديل. بسم الله كنبداو على بركة الله. اول حاجة كنطوي داك التوب على ربعة بهاد الطريقة هادي، كنهبطو بعشرين سنتيم، كنعلمو هنا، كناخدو ستين سنتيم، هادي هي الصاية ديال اللي غتجينا في اللي كتكون كلوش، كنعلمو تما، إلا خدينا ستين كنبقاو غاديين بيها ستين ستين حتى للجهة التانية، نفس العبار هو اللي كنزلو باش تجينا الكلوش كتجي دايرة. كتجي مقادة، طحي إلا حطينا ستين أو أي عبار حطيتو كتحطو كتبقاو غاديين بها بهاد الطريقة، ستين ستين أو أي عبار، المهم نتوما أي عبار خديتو، ولكن نفس الطريقة. الموديل راه كيخرج جميع المقاسات، أي عبار حطيتيه كيخرج لك نفس الموديل، تاخدي العبار هو هداك ستين، المهم كتاخدي ستين ستين باش كيجينا الكلوش دائري. صافي مين كنعبرو نتأكدو مزيان من العبار، صافي كنقطعوه، نتأكدو من العبار مزيان كنخطوه كنقطعوه، كنعاودو نتأكدو من العبار مزيان، ملي كنقطعوه كنبقاو نطويوه نحطوه باش يجينا العبار هو هداك، لأن الدائرة مخصهاش تجي معوجة، الدائرة ديال الكلوش خصها تجينا مقادة. هادي هي الصاية اللي غادي نركبوها في الموديل، الصدر تجيب حركة كملنا تقطع، هي قطعناها دابا طاف الجنب، كناخدو داك التوب لي شاطنا، هاد التوب هدا راه غي متر ونص هو لي خرجنا منو هاد الموديل، راه إلا كانت الكسيوة صغيرة أي متر كيخرجنا هاد الموديل، أي متر كانت شي بنيتة صغيرة، لكن هادي راه مقاس لي 14 سنة. الكتب اللي بقالنا كنخرج منه صدر ديال الفستان، كنطوي على ربعة وكنحط العبار ديال الكتاف، الكتاف عندي فيهم 32 كنزيدو سنتيم سنتيم ديال، كنحط تما 17 سنتيم دائما الكتاف، ملي كنشدو العبار ديال الكتاف كنقسمو على جوج، إلا جانا 32 كتعطينا 16 سنتيم، كنزيدو سنتيم ديال العبار ديال الخياطة
هي 17 سنتيم، حطيت 17 سنتيم. هنا كناخد العبار ديال الطول ديال الصدر، الطول ديال الصدر ديال داك الجيلي اللي كان الجيل الفوقاني اللي كنخيطو فيه، حطيت 34 سنتيم. هنا كناخد العبار ديال التركيز، حطيت 20 سنتيم. تما كندخلو بسنتيم واحد، غالبا كندخل بجوج سنتيم، ولكن هنا دخلت بسنتيم واحد حيت سبرايف. صافي كنقطعو. كنهبطو بجوج سنتيم على الهبطة ديال الكتف، كنهبطو على جوج سنتيم، كنقطعو الدورة ديال التركيز. هادي قطعوها درنا فيها 20 سنتيم، كندخلو هنايا بسنتيم واحد، بسنتيم واحد اللي كندخلو، وكنقطعوها. باش مكتجيش داخلة بزاف، صافي وهي كملات. ندخلو هنايا بجوج سنتيم باش مكتجيش هاودا لنا من الجناب، لأنها كلوش كتكون عندها واسعة بزاف، خاصة ضروري نطلعو بدوك جوج سنتيم من الفوق باش كتجينا مقادة. هنا كندخلو 8 سنتيم، 8 سنتيم الدورة ديال العنق، تقويرات العنق. إلا بغينا نديرو ديك كود باتو كنشدوها من نخليو 5 سنتيم وكنهبطو على راس الكتف، لكن هنا بغينا نديرو الدورة عادية كنهبطو بها في 7 سنتيم. هنا كنشدو 7 سنتيم، كنهبطو بسبعة، صافي وهي كملات من البصلة. دابا غادي نديوها نخيطها بالماكينة حتى الجزء الثاني ان شاء الله، لانك تبغي دير جزء واحد ولكن الفيديو غادي يجي طويل بزاف. هذا الجزء الاول، بغيتو تشوفوا كيفاش خيطتها، الطريقه باش خيطتها، ان شاء الله تشوفوا الجزء الثاني. كتجي الشكل ديالها مزيون. كنديرو هنا واحد جوج البليات، جوج ديال البليات كناخدو فيهم سنتيم، كنديرو مي بلاي بالخياطة، مكنقطعوهمش باش كتجي إيفازي، كتجي مقادة الفستان، تيجي الإيفازي تيجي مقاد تماك. ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله تشوفوا الجزء الثاني، ضروري تشوفوا الجزء الثاني باش تشوفوا كيفاش تخيطنا.